قانون يغير ويتمم بموجب الظاهر الشريف بمثابة القانون 74/06 الصادر بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 30 نوفمبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الكلمة لأحد صاحب هذا المقترح من الفريق الاشتراكي. تفضل السيد النائب المحترم. السيد الوزير، السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، السيد الرئيس، تفضل سيدنا. فالفريق الاشتراكي قدم واحد تعديل او جوج تعديلات بالنسبه للقانون 47/07 على الجبايات المحليه، وبالخصوص في المدى 45 على الأراضي غير مبنية، والمدى 54 على رخص البناء. فهذا الاقتراح داخل في إطار السياسة ديال الدولة في إطار المحاربة دور الصفيح والسكن غير لائق، وكل شيء كيعرف أنه كاين واحد المجهود مالي كبير من طرف الدولة. كذلك الدولة عطات واحد الأهمية للسكن الاجتماعي، ومجموعات من المجموعات في المجال ديال البناء المعاشين العقاريين تشجعوا ومعفيين من جميع الضرائب لصالح السكان. اليوم السكان في دور الصفيح كيعيشوا وضعية جد صعبة، خصهم يخلصوا ضرائب على الأراضي غير مبنية تقريبا 3000 درهم، وكذلك ضرائب على رخصة البناء تقريبا 3500 درهم، فتقريبا 6000 درهم لكل عائلة لكل أسرة. في نفس الوقت المعيشين العقاريين محفيين من جميع الضرائب. فنظرا للصعوبات ديال هاد المواطنين، صعوبة البناء، اش كيوقع؟ كيبيعوا البقعة ديالهم وكيفضلوا السكن أو البناء عشوائي بدون ضريبة، وفين كيبني؟ كيبني في المحيط المدن. فهذا شي تراجع على سياسة الدولة اليوم. ففي إطار العدالة الاجتماعية خدمنا بتعديل القانون الشريف 47/07 جوج البنود، المادة 45 اللي عندها ارتباط بالضريبة على الأراضي غير مبنية، وبالفعل بصفة السكن الفردي، فاقترحنا باش هاد السكان يخلصوا فقط جوج درهم المتر مربع، هي مجموعة ديال 150 درهم بلاص 3000 درهم. بالنسبة للمادة 54 بالنسبة للضريبة على البناء، طرحنا واحد الثمن رمزي ديال 500 درهم مقابل 2500 اللي كتنقصوا حاليا. فهذه مساهمة ديال الجماعات في هذه السياسة ديال الدولة. فاجتمعت اللجنة وكان النقاش، وساهم في النقاش عدد من البرلمانيين، واعترفوا بالأهمية ديال هذوك التعديلات، أغلبية ومعارضة. النقاش الأول كان نهار 25 سبتمبر 2012 بحضور وزير الداخلية. التعديلات تناقشوا نهار 28 يناير 2015، عامين واربع شهور بعد اقتراح القانون. اللجنة رفضت هذه التعديلات
ما هما الحيتيات؟ الحيتيات كيعتبروا لنا خص واحد التصور شمولي للجلبيات المحليه، متفقين؟ كيعتبروا انه خص تغيير او تصور جديد بالنسبه للجلبيات المحليه، وكيعتبروا في نفس الوقت انه كاين صعوبات لتطبيق هذه السياسه هذه القوانين، وبالخصوص بالنسبه للسكن، سكن او البني عشوائي. ولكن للاسف البني عشوائي غير معروف، ما كيخص شي ضريبه لا على البناء لا على رخصه السكان، فما كيخصوش ضرائب، ولكن ربما كيخلصوا واحد الضريبه اللي هي مشهوره ومعروفه على الساحه الوطني هي الرشوه. فالاخوان الى رفضنا هذه القوانين غادي خصنا ننتظروا قانون جديد، وهادشي غيطلب وقت، فغادي نشجعوا وغادي يكون انتشار ديال السكن غير لائق عشوائي، وكذلك تشجيع ديال الرشوه. فكنطلب من المجلس الموقر باش يصوت البنود او التعديلات في البنود 45 و 54 في اطار العداله، وكنطلب بالخصوص من الاغلبيه، وداخل الاغلبيه الحزب الحكيم اسمه حزب العداله، فإذا بغيتوا العداله كنطلب منكم باش صوتوا مع اتجاه لصالح الشعب لصالح السكان ديال الدوح ديال دور الصفيح، وكنطلب منكم باش تمشيو معنا في نفس الاتجاه. وشكرا. السيد النائب.